في مثل هذا اليوم من العام الماضي انسحبت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من مدينة عتق ومناطق أخرى في محافظة شبوة بعد نحو 5 شهور من اجتياح المدينة. انسحبت الميليشيا من هذه المدينة لكنها تركت جروحا قائرة في نفوس أبنائها وذكرى من الألم يصعب نسيانها على المدى القريب، كما خلفت دمارا كبيرا طال الكثير من المنشآت والمؤسسات الحيوية بعد ان حولت الى ساكنات عسكرية لمسلحيها، مما جعلها عرضة لقارات طيران التحالف العربي. في هذا اليوم المبارك الذي تحررت فيه عتق من الميليشيات الحوثية والعفاشية الغازية التي أتت إلى بلادنا، ونحمد الله كثيرا، لكن لنا ملاحظات أن السنة هذه مرت دون أي تحسن في الوضع بعد التحرير. على الرغم من عودة السلطات الشرعية لممارسة مهامها بعد خروج الميليشيا من المدينة منذ عام كامل، إلا أنه لم يتغير في الأمر شيء. يعني كما اليوم تحرير محافظة شبوة، ولو كنا في أسوأ الحالات، وهذا البريد يعني اللي سنة لما اليوم مغفل لا توجد رواتب، ومن يشتري راتبه يروح يرسلها صنعاء ولا يرسل أي محافظة أخرى. بل في نفس اليوم اللي خرجوا منه الحوثيين وهو لهم حوالي سنة، ولكن لحد الآن ما فيش التمس أنا جديد من الحكومة الشرعية. نطالب الحكومة الشرعية بتوفير المستلزمات الصحية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصاً منتشر الآن الحمى الضنك في بعض المديريات. كغيرها من المحافظات المحررة، تركت شبوة تواجه مصيرها ويعاني أبنائها جراء غياب الكثير من الخدمات الأساسية، في حين ما تزال المناطق الغربية في بيحان وعسيلان ترزح تحت وطأة حصار الميليشيا. اليوم وبعد مرور عام كامل على خروج الميليشيا من مدينة عتق وأجزاء أخرى من المحافظة، ما زال أبناء شبوه ينتظرون عودة الدولة لترميم ما خلفته الحرب ووضع حد لمعاناتهم. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوه.